السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم لا فيديو تاعي في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. طليت عليكم بهذا لا فيديو، جبت لكم فيها وصفه تحليه بسيطه بمكونات اقتصاديه تلقوها في كل بيت وتحضروها فقط في وقت وجيز واللي هو 5 دقائق، وانتم تحصلتوا على اروع تحليه واللي هي لمح البي يقول لك جديد حبه والقديم ما تفرط فيه. هذا التحليه يعني تحليه قديمه بالبزاف، يعني فيها بنه زمان، تحليه بسيطه وبزاف بنينه، تجيكم كريميه، القوام تاعها ما يجيش كامل ثقيل، الحلاوه تاعها معتدله، وفي نفس الوقت يعني تليق بزاف للسحور. يعني هذا التحليه راح تقنعكم بالبزاف. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفه تاعنا. هنا يا غاليتي المكون الاساسي في هذا الوصفه واللي هو لمح البي ولا الارز المرحي، تحبوا تشريو تاع الميزان ولا هذا تاع لومبالاج كيف كيف. هنا يا غاليتي رايحين نجيبو الكيلة تاعنا واللي هي الفنجال، يعني انا كيلت هنايا غير بالفنجال، نديرو هنايا 7 كيلات تاع الحليب. بالنسبة للفنجال هذا يعني كي كيلت به 7 كيلات كان خذالي 1 لتر من الحليب، يعني بالتمام والكمال 1 لتر ما يعادل 7 كيلات من هذا الفنجال. ديروا 7 كيلات تاع الحليب مع كيلة تاع الماء الزهر. بالنسبة لهذا التحلية يعني رايحة تعبق لكم بريحة ماء الزهر، تجي من أروع ما يكون. نديروا كيلة تاع ماء الزهر، وعندنا هنايا كيلة تاع الأرز المرحي، وعندي هنايا كيلة تاع السكر. يعني هنايا هذا التحلية مقاديرها جد مضبوطة، تقيدوا فقط بالمقادير يعني تجيكم سوا سوا. هنايا نخلطوا جيدا بالفوين، نديوها على نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى تثقل الكريمة تاعنا ولا المحلبي. نجيبو هنايا الليفيرين ونصبوا فيه هذا المحلبي، يعني راكم تشوفوا باللي مومبا 5 دقائق وانتم تحصلتوا على اروع تحلية. رايحين هنايا نصبوا المحلبي تاعنا في هذا الليفيرين. من بعد غاليتي رايحه نزين المحلبي تاعي. بالنسبه هنايا المحلبي يعني تاع بكري كانوا يزينوه بالقرفه، هنايا القرفه رايحه تتمشى بزاف مع هذا التحليه، تعطيكم بنه وريحه ونكهه ما شاء الله. يعني راح تتلاقى اللوغو تاع القرفه مع تاع الماء الزهر، تعطيكم مزيج ونكهات ما شاء الله. هنايا رايحه نزينها تزيين بسيط، يعني كيما تاع بكري كانوا يديروا خطوط من القرفه وتجي ما شاء الله. نزين هنايا بخطوط بسيطة من القرفة كما راكم تشوفوا. بالنسبة للتزيينات العصرية يعني تقدروا ديرهم بالمكسرات يعني كيما تحبوا، ولكن يعني التزيين كيما تاع زمان كانوا يزينوا غير بالقرفة ويجي ما شاء الله. انا هنايا حبيت نضيف لمسة بسيطة واللي هي الكاوكاو محمص ومطحون، يعني كتزيين بسيط إضافة لمسة ونكهة. ضفت هنايا كمية من الكاوكاو يكون محمص ومطحون وزينته بهذا الطريقه. تعرفوا بلي العين تتشهق بالفم، حاولت اني نعطيهم يعني شكل ومنظر يكون مليح كما راكم تشوفوا. وهذه هي غاليتي التحليه تاعي بالشكل تاعها النهائي، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تجربوا. يعني اللي ما تعرفش هذا الوصفه نقولها جربيها وعلى ضمانتي اكيد رايحه تعجبك وتنال الرضا تاعك. هنايا بعد ما كنت اديتهم للثلاجه يعني التحليه هذه تتكل وهي بارده، شوفوا هنايا المحلبي تاعو والقوام تاعو كيفاش تجي كريمي، يعني ما تجيش هذيك الكريمه اللي تجي ثقيله ولا عقده ولا يعني تجي ولا جامده، رايحه تجيكم قوام تاعها كريمي يعني كيما الياورت، تجي ما شاء الله. بالنسبه لهذه التحليه يعني راها فيها مفيده بزاف للاطفال تاعكم، يعني راكم تشوفوا باللي فيها الحليب الارز مفيده بالبزاف. هذه هي غاليتي، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها وتشاركوني بارائكم في التعليقات. ما تنسونيش بدعمكم الجميل بجيم وكومونتير وتبارطاجيو لي لا فيديو مع الاهل والاصدقاء هكذا باش تحفزوني نزيد نقدم لكم المزيد من الوصفات الرمضانيه. لنا يتجدد لقاؤنا في وصفه قادمه وفيديو قادم ان شاء الله. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. انتظروني في وصفات قادمه ان شاء الله، ونقول لكم سلام.